اللي مؤسسه القاهره عاملاها النهارده دوت، بندشن بدايه اعمال تطوير القاهره بالذات منطقه وسط البلد، المناطق الاثريه فيها، بنحيي التراث هذه المناطق القديمه التاريخيه زي ما انت شايف، بنعيد ترميم المباني ذات الطابع الاثري. في الخارج ينظروا للمنطقة دي إنها نموذج للمناطق اللي اتخططت في القرن التاسع عشر، وشارع الألفي بالتحديد شارع غني. انشئت على جرام باريس وكانت تسمى في هذا الوقت باريس الصغيرة. المبنى اللي على شماله على يسار هنا، او خلينا نقول الواجهة البحرية، وهيتم استكمال باقي المبنى، باقي واجهة المبنى عشان يكون وحدة واحدة. ايوه